ما زالت أجواء الميلاد تعم أرجاء مملكتنا الأردنية الهاشمية رغم الأوضاع المتوترة التي شابت المنطقة نتيجة القرار الأمريكي الظالم بحق منبع الرسالة المسيحية، في وقت استكملت فيه الكنائس الأردنية استعداداتها لاستقبال هذا العيد بإقامة البازارات وإضاءة شجرة الميلاد ورفع الصلوات والطلبات لمدينة السلام. التقرير التالي يسلط الضوء على أنشطة الرعاية المحتفلة. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي. تستمر أجواء الفرحة والمحبة في الأردن استعداداً لعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، حيث أقامت الكنائس الرسولية العديد من البازارات الخيرية اشتملت على العديد من مستلزمات العيد والأشغال اليدوية والمنتجات المنزلية. ففي كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس الزرقاء قدمت جوقة المجد الأرثوذكسية بقيادة المرتل منير حداد أمسية ميلادية بحضور حشد من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المحافظة. ومجوس من المشارق في بيت الأحمال. تلا ذلك افتتاح البازار السنوي وإضاءة شجرة الميلاد برعاية الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بتنظيم من شبيبة الكنيسة وبمشاركة معزوفات كشفية من كشافة ومرشدات القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في ماركا. ميلاد مجيد، كل سنة سالمين. يعني هذا نشكر الله البازار الثاني اللي بتقيم الشبيبة في عيد الميلاد المجيد. بهاي المناسبة طبعا منعايد على جميع المسيحيين على جميع العالم، منعايد عليهم نحكي لهم ميلاد مجيد كل سنة سالمين. كمان باسم الكنيسة نشكر نورسات اللي دايما بتغطينا كل الاحتفالات الدينية والصلوات، واللي هي كرسول يبشر في هاي الخدمات وهاي الصلوات لكل أنحاء العالم. كما أقامت شبيبة مركز المطران ميخائيل عساف للروم الكاثوليك في ماركا الشمالية بازارهم الميلادية 28 في مركز الشبيبة، رعاه النائب هيثم الزيادين بحضور كاهن الرعية الأب عماد البواب وسط حضور كبير من أبناء الرعية والضيوف. وفي النادي الأرثوذكسي في منطقة عبدون افتتح السيد ميشيل الصايغ مدير النادي البازار السنوي الذي يجمع العديد من مستلزمات العيد بحضور أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من المشاركين، كما شمل أيضا العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال. بشكركم على المشاركة وباسمي وباسم الهيئة الإدارية نتقدم كمان بشكر لإدارة النادي اللي قدمت لنا هذا العام يعني شيء مميز في الاحتفالات لعيد الميلاد المجيد. ورعى السفير الإيطالي في الأردن جيوفاني براوزي البازار السنوي 31 لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في جبل الود بحضور كاهن الرعية الأب فرانسيس شاهين والشماس الإنجيلي رمزي غانم وجمع من أبناء الرعية، وجال سعادته بين المعروضات المشاركة مبديا إعجابه وسعادته في مشاركته البازار. We are very happy to be with you tonight. It's a very nice occasion. It's one aspect of the celebration of Christmas festivity, which is important because you are doing it with the right spirit. أول إشي منحكي كل عام وأنتم بألف خير لفضائية نورسات في هاي الأجواء وبهاي الاحتفالات وبالظروف اللي عم بتمر فيها منطقتنا. منضلنا منأكد ومنقول إنه إن شاء الله الفرح وطفل المغارة رح يعم على قلوبنا ورح يكون موجود ويزرع السلام بيننا. كما أضاء صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس شجرة عيد الميلاد وافتتح بازار مدرسة البطريرك ديوذوروس الأول بحضور مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسمة السمعان وأعضاء الهيئة التدريسية وبعض من أهالي الطلبة. رافقه الأب سوتيروس هلسة الذي ألقى كلمة سيادته بهذه المناسبة
التي تشيد بدور المدرسة وكادرها المميز الذي يسعى دائما لبث روح المحبة بين الطلبة في هذا الشهر المقدس. كان عندنا اليوم بازار بمناسبة الأعياد المجيدة، والبازار أغلبه من طاولات شغل طلابنا ومنتجات محلية لإلهم، وكان نشاط من الأجواء الميلادية الرائعة جدا وامتلأ بحضور الأهالي والضيوف الشرف. ووسط أجواء احتفالية تعيشها بلدة الفحيص، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة هالة لطوف البازار الميلادي الموحد الثالث في مدينة الفحيص بحضور سعادة النائب فوزي طعيمة ورئيس بلدية الفحيص السيد جمال حتر ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس وجمع غفير من أهالي البلدة. وقامت معالي السيدة هالة لطوف والحضور بجولة في أرجاء البازار الذي أقيم في مبنى قاعة بيت الفحيص الذي اشتمل على منتجات عديدة ومتنوعة لمستلزمات عيد الميلاد المجيد. بازار بلدية الفحيص الموحد لهذا العام بتشارك فيه كل مؤسسات المجتمع المدني في الفحيص التطوعية، وطبعا غاية هذا البازار هو عمليا العمل الخيري. طبعا هنا في البازار بنفس الوقت هو استذكار للميلاد المجيد اللي هو كان ميلاد للمحبة والسلام. تنطلق اليوم من مدينة الفحيص احتفالات الأعياد الميلادية المجيدة، ورغم الحزن والقهر الذي يعاني منه كل عربي مسيحي ومسلم في هذه المنطقة بما حل بالقدس، نحتفل رغم الألم لأن الحياة يجب أن تستمر. الميلاد تعني المحبة والسلام. وفي محافظة الكرك وتحديداً في بلدة سماكية جنوب الأردن أضيئت شجرة الميلاد في رعية القديس ميخائيل في بلدة سماكية برعاية عطوفة الدكتور ظافر السرايرة رئيس جامعة مؤتة بحضور حشد كبير من المدعوين. ورحب الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة بكلمته بالدكتور ظافر السرايرة وصفاً إياه بالمعلم التربوي الذي يقود ركاب جامعة مؤتة التي تحتضن عدداً كبيراً من أبناء سماكية. هاي السنة بنطلب فعلا من ملك السلام، من طفل مغارة، انه يمنحنا السلام، يمنح أردننا الحبيب والغالي نعمة السلام، ويمنح ايضا كل الشرق الاوسط. ولكن السلام نطلب منه بالدرجة الاولى ان يكون في قلب كل انسان وفي قلب كل بيت حتى ينزرع في كل انحاء العالم. ففي محافظة الكرك دائما هنالك نوع من التميز والتعايش الأخوي ما بين المسلمين والمسيحيين، اذ ان اعيادهم هي نفسها اعيادنا واعيادنا اعيادهم ايضا. أتمنى لهم من كل قلبي أعياد مباركة ونتمنى لهم العيش السعيد. وفي بلدة الحمود أيضا افتتح رئيس بلدية شيحان السيد طايل المجالي البازار الميلادي في جمعية حمود الخيرية بحضور الأب أيهم زيادين كاهن رعية الروم الملكيين الكاثوليك في سماكية. وفي كلمته رحب السيد سنان هلسة المنظم لهذا البازار براعي الاحتفال ومن رافقه، مشيرا إلى أن العالم يتحضر لميلاد راعي السلام ليملأ القلوب دفئا وبه ينعم العالم بالأمان والفرح. يعني بداية الأمر يعني بنقول للإخوان المسيحيين في مناسبة عيد الميلاد كل عام هم بخير جميعا، وكل عام والبطل العربي كله بخير وبالأردن بشكل خاص. لواء القصر في جنوب الأردن بجوز نتميز عن غيرنا في المنطقة بأنه إحنا في عنا عيش مشترك ما بين المسيحيين والمسلمين، وهذا يعني من مئات السنين، وهذا العيش مبني على الاحترام، على الاحترام المتبادل. إحنا دائما نقول هناك في رب واحد ونعبد جميعا بغض النظر عن عقائدنا، ولكن تبقى يعني الأساس المتين هو علاقتنا بين بعض ومحبتنا. في قرية حمود باحتفالات الأعياد الميلاد اللي عادة بنحتفل فيها احتفالات متواضعة زي ما انتم شايفين، برئاسة رئيس البلدية شيحان الكبرى افتتح لنا هذا المعرض والبازار، واحتفالات إضاءة أشجار شجرة عيد الميلاد اللي أنشئت برعاية البلدية مشكورة.
وفي بلدة أدر وتحت رعاية سيادة المطران ياسر العياش تم افتتاح البازار الميلادي، وذلك بحضور الأب بولس بقاعين راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع راعي كنيسة اللاتين في سماكية وعدد من أهالي البلدة. وفي كلمة لسيادة المطران ياسر العياش دعا الجميع للصلاة من أجل السلام والمحبة والتضامن والأمن والاستقرار لبلدنا الأردن، وأن يعم السلام في بلد السلام فلسطين وخاصة في القدس. اليوم احنا بأدر من أجل افتتاح بازار رعوي خيري، وأنا بحب الجنوب وبحب أنه أشارككم بكل احتفالاتهم. هذا هالبازار إشارة حلوة، تضامن ما بين الناس، تقارب بيناتهم، خصوصا يشجع الشباب على أنه على الشغل وعلى أنه يبقوا في الجنوب ويحافظوا على تواجدهم في الجنوب والتواجد الرعوي والتواجد المسيحي في الجنوب. كما رعى وزير الصناعة الأسبق سامي جمو حفل افتتاح بازار خيري أقيم في كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية بحضور الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة وجمع كبير من المدعوين وأبناء الرعية. واشتمل البازار على مستلزمات العيد التي يرصد ريعها للمحتاجين. وإن شاء الله كل هذه النشاطات الاجتماعية في كل أرجاء الوطن تكون جزء من فلسفة كل المواطنين، دعم القادر للذي بحاجة إلى دفع إلى الأمام، والشعور بأنه ضروري أن يتكفل بجزء من احتياجاته التي لا يستطيع الوصول إليها. وشكر لنورسات اللي موجود في كل المحافل. واختتمت عدسة نورسات لهذا الأسبوع جولتها في تغطية البازارات الخيرية في محافظة الزرقاء، حيث أقامت كنيسة المخلص بازاراً وإضاءة شجرة الميلاد بتنظيم من السيدة دعاء البشارات بحضور الدكتور أحمد علمات رئيس مجلس المحافظة والقس فائق حداد والقس إبراهيم نيروز وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة وجمع من أبناء الكنيسة. كما قدم أطفال الرعية باقات من الترانيم الميلادية التي ميزت الحفل. تشرفت اليوم بالمشاركة في احتفالية إضاءة الشجرة وترانيم عيد الميلاد في مدرسة المخلص الثانوية وبحضور من قامات الزرقاء، وهذا يدل على العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد في أردننا الحبيب. أنا أرفض أن يقال التعايش، ونحن نعيش في وحدة وطنية وفي وحدة أخوية، نحن جيران وأهل وأخوة، هكذا عودتنا قيادتنا الهاشمية أن نكون دائما وأبدا أخوة وأهل. وبهذه المناسبة المباركة اللي بنبدأ فيها احتفالاتنا بعيد الميلاد، نوجه كمان معايدتنا لهذا الشعب العظيم، كما تفضل زميلي قبلي وقال نحن لا نؤمن بأننا نعيش بتعايش معين بين فئات الشعب، وإنما عيش مشترك، إحنا عائلة واحدة، عائلة أردنية واحدة. اليوم نحتفل بمناسبة عظيمة وهي إضاءة شجرة عيد الميلاد. هي الإضاءة بحد ذاتها رمز للنور اللي إحنا بنستقبله بهذا الشهر الفضيل واللي هو الأعياد المجيدة، وهي رسالة تربوية حتى يكون ننشر المحبة والسلام والغبطة بين الطلاب وبين أبناء المجتمع في الزرقاء. مع رعاة ساهرين ومجوس ساجدين وملائكة مرنمين منتظرين المسيح المولود في مغارة لينعم على العالم السلام.